بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلفلة وين بيان في الميليسات سورة شان ميليسا كاهنة اللي ما شاء الله كما راكو تشوفوا وصفة الطبيخة، طبيخة بطاطا تاع بطاطا فليو، طبيخة بطاطا فليو. حين نعملو مع بعض هاد الأكلة يعني التقليدية المحضة اللي يديروها يعني بوكو بلوس في العاصمة في المدية، يعني هنا في جهة الوسط، وسط الجزائر. واش نقول لكم، راهو في اليوم متواجد يعني من عند الله الله، وحنخدم الوصفه هذه اللي تشاهدها وقلت نديرها معكم على الطريقه التقليديه. دائما كما راكم تشوفوا هنا عندي راس كامل تاع التوم، يعني ان بوكي مليح شباب فيه يعني ديغوستاي شابين، رايحه نحطهم ولا نهرسهم. نخدم الدرسه تاعي في المهرس، وهنا حطيت معاه شويه الفلفل العكري. هذا الفلفل العكري يعني بابريكا، يعني شويه حاره، اللي ما يقدرش يدير بيموندو يعني فلفل ماشي حار. لكن صدقوني هذه الاكلات كي تجي فيها هذيك شويه تاع الحروره هي اللي تعطينا البنه، يعني سيس كي في لو شارم دو بلان. الله غالب، يعني هذه داخله في كما يقولك في التقاليد تاعنا، اللي يقدر على الحار يدير شويه حار، اللي ما يقدرش ما يقدرش. انا هنا كما قلت لكم عندي هذا العكري، يعني هو شويه حار. بيان سور اذا عندكم فلفل قناوه تاني، شوفوا كاينين اللي يقولوا لي لازم نشمخوه كي يكون يعني هذاك الفلفل الكبير، نشمخوه باش نرطبه، كي يكون هذا رقيق يعني تقدروا تشمخوه، تقدروا جوست هكا تشليله برك يكفي. واش نقول لكم، انا هذا اليوم حبيت نديره لكن تراجعت شويه لانه عبالي البابريكا تاعي حاره. الو، راح ندرس الثوم مع شويه تاع الملح. دائما نقول لكم مش تدرس لكم ملح الثوم، حطوا له كميه تاع الملح، ان بو دو سيل، ونبدا ندرس فيها هكا بشويه. هذاك المهراس يقبقب، وانا واش نقول لكم نزيد نشهها اكثر واكثر. يعني الرنه تاع المهراس وحدها هاي اللي قلت لكم، خممت خممت وعاودت رميت هذاك الفلفل دريس ما نقدرش. الو، هنا اليوم هاد بطاطا فلي ان شاء الله راني حنديرها في لاكوكوت مينوت، لانه يعني ما غالب يعني حتى انا والفت لاكوكوت مينوت، كان حيقولوا لي كون درتيها في كش طنجره ولا لا غالب. هذه هي كوكوت مينوت، يعني صدقوني السر ماهوش في لاكوكوت ولا في النجار، ولا السر راهو في الطياب وفي التقليه، ولازم تعطوا له وقت. الطياب تاعكم تعطوا له وقت. هنا حطيت شويه زيت، اوفا ماشي شويه، لانه الطبيخه ولا عفوا لانه بطاطا فليو يعني لازم تجي شويه مدمه هكذا، يعني لو شارم تاعها لازم تجي. هادو الاكلات العاصميه اللي يجوا بلاد اللحم يعني سون فيوند لازم يجوا شويه مدمين، يعني وجههم يجي مدم. الو، حطيت شويه زيت، يعني شويه بزياده كي نقول لكم شيعه. الو، حطيت هذاك الدرسه اللي خدمتها هرستها قدامكم، وزدت معاها هكا من غير فماشي كامله تاع لا طوماط كونسونطري ولا تاع معجون الطماطم. شوفوا البنات، نقصوا النار وحركوها وقلوها غير بشويه، يعني وما تنساوش بيان سور تزيدوا الماء على هذاك هذيك الدرسه. انا المهرسه نشلو بالماء باش هكا ما يتحرقليش. الوغ هي راهي طيب غير بالعقل تتقلى. عندنا هنا البطاطا، نديروها نقطعوها دي رونديل. بيان سور هاد رونديل ما يكونوش خشن، يعني يكونوا شويه رقاق، ماشي بزاف، ماشي رقاق رقاق، وتانا ما يجوش خشن. نقطعهم بهذه الطريقه، ونعاود نرجع نزلهم على هذيك الدرسه اللي خليتها تقلت على النار قليله لانه فيها الثوم. نوصيكم نعاود قطره ماء باش ما تحرق لكمش. ودركا البطاطا هذه راح نعطيها وقت كافي، يعني حنقلي تخي بيان، جو في ريفينير مي باتات، ولا حنقلي البطاطا تاعي مليح 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 في هاد الدرسه. هذا هو اللي يمد لو شارم تاع هاد لو بلان. ناس زمان كانوا يقعدوا قدام القدره تاعهم، راهم يحكيو ويقليو يحكيو ويقليو، على بها الماكله كانت تجي بنينه، يعني ما كانوش يغفصوا روحهم في الطياب. انا هنا نقصت لها النار صدقوني، يعني على شمعه ونغطيها، وكل شويه نقليها. هاي اللي كاك تشوفوها حتى ولات تبقبق، يعني ديك البطاطا شبعت كامل هذيك الدرسه وهذيك البنه. هنا نروح نمرقها بيان سور غير شويه، قسمه نغطي البطاطا هذا مكان. شوفوا مليح، يعني قسمه الوجه تاعها يعني يتغطى. مرقتها بماء مغليه فيك دو لو بويونت، ونغلق عليها
نخليها ونروح الاوراق تاعي تاع الفليو. شوفوا هذاك البوكي، الله الله، يعني كي تشره تشهاوه، تجيو تركمت وتشهاو. وبيان سور نحكمو الورق تاعنا، نقوهم فيو تاعنا كامل، يعني نحو الوراق، نحو الغصان، نرموهم، نخلو غير هكا كيما راكم تشوفوا. شوفوا يعني الورقه تشهي والريحه يعني ما كان نحكي لكم عليها. هكذا نقي كامل الورق تاع الفليو تاعي ونحطهم هكا في كسكاس، باش من بعد نشللهم بيان سور كش ما فيهم غبره ولا ترب. بهذه الطريقه في نفس الوقت البطاطا تاعي راهي طيب، وانا راني مع الفليو راني نقي فيهم ورقه ورقه تشليله خفيفه. من بعد نروح نحطهم على البطاطا اللي تكون يعني في نص طياب. يعني نوصيكم يا البنات ما تقلوش، ما ديروش الفليو في الاول، لانه في الاول يقدر يطلق المراره، هذاك الفليو يولي مر، لازمش تحطوه قبل الوقت. سر من اسرار نجاح بطاطا فليو، لازم حتى البطاطا تاعكم تولي في نص طياب، فوالا يكون ما بقى لهاش بزاف، واحد 20%. من بعد نهبط لها ورق تاع الفليو تاعنا بهذه الطريقه، ديروا الكميه اللي حبيتو. من بعد غطوا عليها وخلوه يزيد يدبل شويه، يزيد يطلق البنه تاعو على البطاطا. وهايلك النار، شوفوها راني رفدتها يعني باش تشوفوا النار تكون قليله. وهنا نعاود نغطي على البطاطا فليو تاعي ونخليها يعني تزيد طيب على النار قليله قليله قليله. الوغ هنا هذا برك يعني امتي مغصو فوالا، تعاود بالخطا سمحوا لي. على كل حال يعني راني هذا المونتاج واش نقول لكم، كان تعرفوا شحال راهي الساعه راني نخدم فيها هذا المونتاج، حين تقولوا لي يعني حين تعذروني، فنلتمس منكم جو دوموند باردون، نلتمس منكم العذر فوالا، لانه احيانا تصرى غلطت فوالا. بعد ما غطيت البطاطا تاعي وخليت هذاك الورق تاع الفليو يتلقى روحو، هنا نروحو للعقده تاع بطاطا فليو. هنا نحكم زوج حبيبات بيض كيما حبيت، يعني زوج حتى ثلاثة حبيبات على حسب الحجم تاع البيض تاعك. نضربوهم مليح مليح ونروحو نعقدو بهم بطاطا فليو تاعنا. ولازم لازم لازم يا البنات النار تكون ناقصه، علاش؟ باش نشوف يعني هذاك الوجه تاع ليدام يطلع فوق بطاطا فليو، يعني لازم هي تبدا تصفي وتخرج الزيت اللي فيها فوالا. تما باش نرمو عليها هذوك الحبيبات تاع البيض، نعقدوهم بها ونعاود نغمها كيما نقولوا، نخليها تريح حوالي يعني على النار قليله قليله قليله، ناكد ونعاود حوالي 5 دقائق. نجمروها نجمروها يعني نقصوا النار على الاخر كانه طافيه، ونغطوها ونخلوها. وهاوليك الطبق تاعنا بطاطا فليو ميدما، الله الله. ما تقولوليش جاتك ميدما، يرحم كيما يقولوا اللي خلقكم. انا البطاطا فليو نعرفها تجي كيما هكذا، يعني لو بلا هذا يجي شويه فيه الدم، ما ناكلوش كيما يقولوا ناشف، من المستحيل. وهذا هو الطبق كيفاش يجي، شاهدكم فيها ان شاء الله تلقاوها كما يقولوا تلقاو سهمكم في الجنه. اسمحوا لي البنات اللي يقولوا لي انا انت وحمه وراكي شهيتينا، انا نقول لكم الف ليو راهو في المارشي، راهو يتباع الربطه ب 5000، يعني تشبع طيب لكم غير زوج خطرات. البطاطا متواجده، راستم انتم درتوا هذا الطبق الشهي، شاهدكم فيه ان شاء الله وديروه بالصحه والهنا. في الاخير نقول لكم ميليسات تهلاو في وحدكم، ميليسا كاهنه اللي تحبكم وتبوسكم بوسه كبيره. نقولكم ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاعي بخير وعلى خير. سلام سلام.